معانا هتبتدي معانا اخبار الالعاب الفرديه. الحقيقه هنبتديها بالعاب القوه في النادي الاهلي، العاب القوه بقياده الكابتن ياسر داوود. الحقيقه بتضم ابطال كتير جدا، والنادي الاهلي بيقوم بدور كبير جدا في اعداد هذه الابطال، مش بس للبطولات المحليه ولكن ايضا للبطولات العالميه. خليني اقول لحضراتكم ان هما بيتمرنوا في المركز الاولمبي بالمعادي، بيتمرنوا تقريبا كل يوم، في بعض الالعاب بتتمرن على فترتين. عندنا لعيبة مؤهلة إن شاء الله ومتوقع تأهلها لأولمبياد بكين أو أولمبياد سوري آسف طوكيو العام المقبل. طبعا أنت عارفين أولمبياد اتأجلت، وبعض بطولات التأهل الأفريقية تم تأجيلها في ألعاب القوى، ولكن لاعبتنا بتستعد. عندنا مين ممكن يطلع الأولمبياد؟ عندنا محمد مجدي حمزة، عندنا إيهاب عبد الرحمن، عندنا حسن عبد الجواد، عندنا مصطفى الجمل، عندنا شهاب عبد العزيز. كل دول لاعبين متوقع وصولهم ان شاء الله لطوكيو 2021 وايضا تحقيق ميداليه في الاولمبياد. خلينا اروح مع حضراتكم تقرير صورناه مع ابطالنا العاب القوى في المركز الاولمبي في المعادي، وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله ان احنا كنا واقفين بقالنا فتره كبيره جدا، من شهر 3 احنا كنا في معسكر في جنوب افريقيا، وكنا خلاص قربنا جدا على التاهيل. كان هنبدا اول ماتش تاهيل يوم 24، رجعنا يوم 19 غصب عننا طبعا بسبب الطيران. من ساعتها احنا واقفين. الحمد لله احنا رجعنا من اسبوع بدانا تدريب ومكملين ان شاء الله الحين، يعني الاتحاد يحط خطه النشاط المحلي، لكن طبيعي الهدف الاكبر بالنسبه لنا ان شاء الله السنه الجايه هي اولمبياد طوكيو ان شاء الله. هنا النادي مع الكابتن ياسر داوود رئيس الجهاز قسم اللعيبه بشكل منظم جدا وبشكل احترافي جدا، بحيث ان يكون العدد ما يكونش زياده عن المسموح طبقا لاجراءات النادي واجراءات الدوله. الحمد لله العاب قوى يعني تعتبر لعبه فرديه غير تلامسيه. ودلوقتي احنا يعني في مواعيد التمرين، احنا بقينا نتمرن في مواعيد مختلفه خالص. يعني كنا في الاول كنا في نفس الوقت تقريبا الحديد وكله، دلوقتي بقى كل واحد لوحده، واللي بيخلص بيعاقب مطرحه عشان اللي جاي مكانه. يعني لا ان شاء الله يعني في النادي الاهلي بس ان شاء الله 5 أو 6 باذن الله، يعني احنا نقدر يعني كل قريبين. يعني انا موجود في الرانك في تاهيل رقمي، بس انا متاهل لحد دلوقتي بالرانك ان شاء الله. يعني احنا لعبه يعني مش بتعتمد على اللياقه بس، احنا لياقه وحديد وفتنس ورمي، فطبعا كل ده مش هينفع يتعمل في البيت كبديل للتدريب في البيت. بس الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نحافظ بس على اللياقه، بس هي دي النقطه يعني. وطبعا برضو بالنسبه للوزاره عملت لنا مسحه وقبل ما نبدا النشاط، وطبعا ده شيء كويس جدا ان شاء الله. يعني بالنسبه للالعاب القوه يعني ان شاء الله ما بين 8 ل 12 لعيب ان شاء الله يكونوا متاهلين باذن الله للاولمبياد. اكيد طبعا عوده النشاط الرياضي كان ليه دور كبير في عوده الحياه اساسا للقطاع الشباب، لان ده كان يعني حتى قطاع بطوله قطاع ممارسه كان الناس في حاجه ناقصاهم يعني. فاكيد طبعا عوده النشاط بتمثل 100% حياه جميع رياضي مصر، وخاصه طبعا فرق النادي الاهلي وفريق العاب القوى. احنا بالنسبه لينا هنا الاجراءات برضو مقننه، معنا جهاز طبي، معنا هنا في المركز الاولمبي بيبقى في كشف على جميع الدخول من البوابات، بالاضافه للمتابعه الرسميه من الجهاز الطبي لاي لاعب بيتظهر عليه بعض الاعراض او بيتم التعامل معاه وعزله اذا اقتضت الظروف. يعني في بالنسبه لفريق الاهلي ما لا يقل عن 4 لاعبين ان شاء الله عندهم فرص تاهل كبيره. احنا كنا عاملين اعداد كويس جدا في الفتره اللي قبلها عشان الاولمبيات، وكنا سافرنا معسكرات وكنا خلاص يعني كنا تقريبا شبه خلاص احنا استعدينا 100%. جت الفتره دي طبعا هدت كل حاجه، بس احنا حاولنا نحافظ على قد ما احنا نقدر على قد التمرين في البيت على قد كده، والحمد لله دلوقتي الرجوع بالنسبه للرياضيين اكن الحياه رجعت بالظبط بعد ما الرياضه رجعت. يعني احنا عندنا في النادي الاهلي عندنا لعيبه كتير كويسه جدا، مصطفى الجمل، حسن عبد الجواد، محمد مجدي، شهاب عبد العزيز، الناس دي كلها في ابطال كتير جوه النادي الاهلي يقدروا يتاهلوا. اعتقد جوه النادي الاهلي يتاهل، اعتقد ممكن يتاهل مثلا 5 أو 7 تقريبا في العاب القوه يعني اعتقد، يعني ان شاء الله. كل التوفيق لابطالنا ابطال العاب القوه الحقيقه في التمثيل المحلي كنادي اهلي والتمثيل العالمي والافريقي كتيشيرت منتخب مصر.